مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية. زي ما اتفقت معاكم النهارده ان احنا هنعمل فقره مهمه جدا من مكان فعلا لما تشوفوه وتشوفوا الاولاد مستواهم وصل لايه كلكم تفكيركم هيتغير. دايما بنقول ان الرياضه متعه اي طفل، هي اللي ممكن تغير حياته، هي اللي ممكن تحطه على اول الطريق، والاسره الواعيه جدا هي اللي هتعرف تبدا منين مع اولادها. عشان كده النهارده حبينا نكون معاكم ونقدم لكم رياضه مختلفه ونغير فكر الاهالي اللي بيتحسر عندهم كل انواع الرياضيات في كره القدم. نقول لهم ان في انواع مختلفه من الرياضه، واهم رياضه واهم نوع من الرياضه رياضه الملاكمه اللي كتير ما يعرفوش عنها حاجه، واللي كتير فاكرين انها تنفع للولاد بس ولازم البنات ما تلعبهاش، وفاهمين ان ممكن تغير شكل جسمهم. خلينا النهارده نعرف اكتر معلومات عن الرياضه دي، ونتكلم كمان مع اولياء الامور، ونتكلم مع المدرب اللي بيدرب الاطفال ومخليهم على مستوى عالي جدا. فخليني ارحب معاكم بالمدرب محمد رضا. اهلا بحضرتك، منورني، وانا متشرفه جدا اني معاكم النهارده. ربنا يبارك فيك. خليني يا فندم في الاول اتكلم عن رياضه الملاكمه. رياضه الملاكمه من الرياضيات اللي الاهالي شويه يغفلوا عنها او شايفينها انها نوع في عنف، واحنا دايما لما بنتكلم عن الرياضه بنبقى عايزين نوجه ولادنا رياضه معينه زي السباحه، كره القدم. الملاكمه مظلومه في مصر، حضرتك رايك ايه في الموضوع؟ بص حضرتك، هو لعبه الملاكمه في حد ذاتها هي من الالعاب المهمه جدا اللي هي الحياتيه اللي الاولاد والبنات لازم يتعلموها في الاساس، سواء كان بطل فيها او غير بطل، لان هو لازم يتعلم يدافع عن نفسه بشكل كويس جدا، لانه لما بيتعلم يدافع عن نفسه وعضلاته بتتكون بشكل سليم ثقته بنفسه بتزيد، تكوينه كراجل او تكوينها كبنت بيختلف في المستقبل. فانا شايف طبعا رياضه الملاكمه للممارسه حاجه مهمه جدا، ولازم كل الاهالي تلعب اولادها. وعلى مستوى البطوله الحمد لله احنا عندنا ابطال كويسين جدا وابطال جمهوريه، بنطلع ابطال كتير. اللي بيتميز في اللعبه لا بيبقى بطل، والحمد لله. يعني على مدار الفقره بنعرض للاهالي اساليب كتيره ومختلفه للاطفال وهم بيلعبوا العاب مختلفه. عايز اقول لحضرتك، من امتى بدات تقول الطفل لازم يلعب ملاكمه، والطفل المناسب ليه من سن كام، ويا ترى في اوزان معينه وصفات معينه للطفل، ولا اي طفل ممكن يلعب ملاكمه؟ بص حضرتك، لا هو اي طفل يلعب ملاكمه. بيبتدي من اول 5 سنين، من اول 5 سنين نقدر نلعب الاطفال ملاكمه، 5 و6 و7 وانت طالعه طبعا، لان هو كل سن وليه طريقه تدريب مختلفه، وكل سن وفي عناصر اللياقه بتاعته اللي بننميها له بيختلف عن عناصر اللياقه اللي سن اكبر طبعا. فكل واحد ليه الشغل اللي بيتعمل معاه. السن الصغير 5 سنين ده السن، انت عارفه سن المداعبه اللي هو بيداعب الساند باك، بيعرف ان هو في حاجه اسمها بوكس، ازاي بيلبس الساند باك، ازاي بيلعب على الساند باك، ازاي بيحفظ اسامي اللكمات بشكل كويس، بيتعلم بعض التدريبات الرياضيه الاساسيه اللي بعد كده بنبني عليها عمره وتاريخه الرياضي بعد كده هيتكون عليها، زي السكوات والتدريبات اللي هي البدنيه البسيطه الاساسيه الولد بيتعلمها في السن الصغير او البنت. لعبه الملاكمه، لا طبعا لعبه الملاكمه لعبه طبعا عظيمه بالنسبه للاولاد والبنات. الاولاد كمان ترشح السن يكون صغير وتكون البدايه، ولا بتقول كل ما يكبر متهيألي يبقى افضل؟ طبعا كل ما حفرنا في السن الصغير، كل ما الولد طلع تكوينه مظبوط، تكوينه العضلي مظبوط، كل ما طلع سرعته مظبوطه، كل ما طلع حابب المهاره وحافظها وعضلاته حافظها بشكل كويس جدا وبينفذ. انت عارفه لعبه الملاكمه فيها اليه حركه، يعني عارفه ان انت حد بيلاكمك فتصدي لكمه وتدافع عنها وتضربيه في نفس اللحظة، محتاجة رياكشن سريع جدا، محتاجة آلية حركة، فالولد محتاجة سرعة بديهة، الولد دي بتتنمى مع الوقت. عمره التدريبي، كل ما كان عمره التدريبي كبير كل ما كان بطل كبير. حلو قوي. خلينا برضو نتكلم عن نقطة مهمة الأمهات بتسألها البنات. طب انا عارفه ان ابني، انا ولد عايزاه يدافع عن نفسه عشان يبقى قوي، عشان محدش يبقى يجي عليه، لكن بنت ما ممكن شكل جسمها يتغير، ما ممكن تسترجل، بيقولوا بالمعنى ده. طيب الكلام ده صح بنسبه قد ايه؟ بصي، الكلام ده بنتساله كتير جدا بالنسبه للبنات والسيدات. هو ممكن لعبه الملاكمه ممكن تعمل لها عضلات وتخلي شكل الولد او شكل الراجل؟ طبعا ده ما بيحصلش. قصه ان البنت يطلع لها عضلات بشكل كبير دي مرتبطه بالهرمونات، دي مش مرتبطه بالرياضه، يعني انت فاهمه قصدي؟ مهما تلعب البنت رياضه مش هتطلع لها عضلات كبيره. الاشكال او البنات اللي احنا بنشوفها عندها عضلات دي بتبقى واخده سترويد، واخده منشطات ولعبة في هرموناتها،
ده ربنا يعني ما ده بيبقى عن طريق حاجه دوائيه هي واخداها هي اللي غيرت شكل جسمها طبعاً. لكن الرياضه دي ما بتغيرش شكل جسم مهما البنت مهما لعب بالعكس هي بتشد الجسم بتخلي جسمها ممشوق مشدود العضلات نفسها ما فيهاش اي نوع من انواع الترهل خالص بتخلي البنت واثقه من نفسها بشكل كويس جدا على المستوى النفسي انها بتعرف تدافع عن نفسها بشكل كويس بتنمي لها رشاقه ومرونه وسرعه البنت اكنها بتلعب جمباز عارفه الرشاقه بتبقى خفيفه جدا لا طبعا ملهاش دعوه بالعضلات بتخلي عضلاتها بس سليمه ما بتخليهاش يعني عندها احنا النهارده بنطمن الامهات اي ام عايزه تلعب بنتها ملاكمه ما تقلقش شكل الجسم بنتك مش هيتغير ولا هيحصل لها اي حاجه في جسمها بالعكس ده هتفضل محافظه على رشاقتها بشكل طبعا كبير طبعا طبعا بالعكس جسمها هيتحول لمانيكان يعني جسمها مودلز يعني حلو انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن وباذن الله مكملين معاكم اليوم النهارده شكرا لك شرفتك شرفتني